不知道对。يعطونا خشب عم بعمل فيه لكن ما خلونا نكفي. شوفت يعني ما خلونا نكفي، ساعدونا بالمواد الغذائية حرام يعني بالإحرامات، يعني عطونا صحيح كان القليل يعني يلا بدفونا، بس يعني كتير يعني أحسن من غيرنا. شو بدنا إحنا لأنه عددنا كبير. هاتوني ما صورنا هيك بمصطفى. الجماعة هون جابوني لعندهم، أنا بحاجة للبيت للآجار، بحاجة لأقعد ببيت أنا وأولادي، لأن جماعة كتر خير الله بتحملوني شهر وشهرين وبعدها بدي أطلع، يعني إذا جماعة طالعوني بدي أطلع أنا، برجع بصفي أنا وأولادي بالشارع. امبارح انه كان عم بيغني مطرب، يمكن هن اللي بده يسمعني بيعرفوا حاتم العراقي، بغني راجعين يا وطن. الطفله صغيره صارت تبكي، عرفتي كيف؟ يعني ما في اغلى من الوطن الا الوطن.